تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان من تحفة ميادين السباقات من أرضية هذا الميدان ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن هذا الختامي ومهرجان المرمومة التراثية الذي يجمع هذه الشعارات والأسماء الكبيرة والشعارات المتوافدة من جميع أيضا الميادين ومن جميع دول مجلس التعاون الخليجية. مرحبا بجميع القادمين والحاضرين بالمشار المميز وبالتحدي الكبير الذي يأتي مع منافسات هذه الأسماء البداية مع المركز الأول. هناك مع الصدارة الأولى ومع مقدمة هذا الشوط في مسار التحدي والمنافسة ليجد منجز سعيد بن هلال بن طراف المنصوري من يتقدم على المركز الأول، لكن المركز الثاني الواصل والقادم اللي هو مفوض عامر بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا مفوض في هذا المسار المميز. أيضا شاهين سيب بن مطر بن شيب الله الهاجري يقدم لنا انطلاقة شاهين الحاضر مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل الواصلون وشاهين حمد بن راشد بن ناصر بن عبيد الدرعي واصل على المركز الرابع. المركز الخامس الهاب سالم بن الويهي بن الزفنة الاعفاري يتقدم بهذا المسار، وايضا القدوم من الزود محمد بن سعيد بن حلوة يأتينا على المركز السادس. المركز السابع ايضا القدوم من شعار احمد، ايضا شعار احمد بن مايد الخيالي يقدم لنا انطلاقة الاسماء الكبيرة، وايضا القدوم والحضور من قبل متعب منصور بن مبارك بن هادي الحباب الهاجري يتقدم بهذه اللحظات، وايضا القدوم والوصول من قبل ايضا عناد زيد بن محسن بن عبد الله لنديلة المري قادما بهذه اللحظات. المركز التاسع يتقدم فيها الواصل ايضا الديزل احمد بن كردوس بن سالم الساعدي يتقدم بهذه اللحظات، والمركز العاشر يأتينا عجيب سهيل بن رملي العامري يتقدم بهذه اللحظات. هذه الاسماء المتقدمة وهذه الشعارات الحاضرة بالحضور المميز الحاضرة بالحضور الكبير لتبحث عن الفوز لتبحث عن الانتصار، ولكن البداية على المركز الأول وعلى صدارة الشوط مع مفوض عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ولكن عجيب بالرملي بالرملي الشهيل بالرملي العامري يتقدم على المركز الثاني يطمح بالفوز وبالانتصار ليقدم لنا عجيب مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من شعارك يا راعي الزود ايضا محمد بن سعيد بن حلوة يتقدم بن حلوة ليقدم لنا شعاره الكبير ليقدم لنا شعاره المتميز مع المسار المميز. لكن المركز الرابع الواصل والقادم ايضا شاهين حمد بن راشد بن عبيد الدرعي، ولكن الثمانية متر الاخيرة والفوز والانتصار معك معك بو زايد عامر بن محمد بن زايد المنصوري مع الأداء الكبير. يا ذكر الله على مفوض فاوض الفوز وبالانتصار. المركز الثاني عجيب سهيل بن رملي، والمركز الثالث الشبابي عيلان بن سهيل عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري الشبابي الشبابي الله يا الأمتار الأخيرة الله يا الأمتار الأخيرة الشبابي سلالة الشبابي سلالة الشبابي سلام عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري سلام سلام يا زاخر سلام لهنا مع الفوز والانتصار. مسال يا ابن زاخر بالفوز وبالانتصار وإلى سلالة الشبابي سلام يا شبابي سلام عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري مشكور مشكور ختموها هالي زاخر بالفوز وبالانتصار. المركز الثاني عامر بن زايد المنصوري، المركز الثالث أيضا سبعة و متعب لراشد بن محمد هذا الانديل. المركز الرابع اللي وصل على المركز الرابع الرنج سالم بكاسب بخليفة المسافري، والمركز الخامس
تهانينا والناموس نصل إلى نعود إلى التوقيت الزمني وساعة وصول أيضا الشباب لعيلان بسعيد بن عيلان المهيري. سلام سلام يا الشباب سلام. التوقيت 5:45 و8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلالة الشباب مشكور عيلان بسعيد بن عيلان المهيري المركز الثاني ليتانا مفوض عامر بن محمد بن زايد المنصوري. توقيت الساعة 5:47 و6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الرابع الثالث اللي وصلنا أيضا بتوقيت قدر 5:48 و4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمتعب راشد بن محمد بن علي بن الانديلة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذن مشاهدينا الكرام هكذا انتهت رحلة هذا المساء